العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. احبائي عايز اكلمكم النهارده عن مرحله بنمر بيها معظمنا اثناء جهادنا الروحي. المرحله دي سموها الاباء الجفاف الروحي، عشان كده ربنا يدينا نعمه نتكلم في الموضوع ده على عجاله في 5 نقط. الاول، ايه هو الجفاف الروحي؟ عايزين نتكلم على العلاقة ما بين الجفاف الروحي وتهذيب النفس، وإيه هي الخبرات اللي بعدي فيها وبتعدي فيها نفسيتي أثناء هذه المرحلة، وإيه هي الأخطار اللي ممكن تحصل لي نتيجة وجودي في هذه المرحلة، وأخيرا طبعا العلاج. لو هنعرف الجفاف الروحي، تعالوا كده نرجع للآية اللي بيقولها داود النبي في المزمور 22 آية 2 وآية 15، بيقول: إلهي إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنك. في الحقيقة أي إنسان روحي بيتعرض لمثل هذه المرحلة، أمين جدا في علاقته بربنا، أمين جدا في صلواته وفي جهاده، ولكن فجأة ابتدى ما يحسش بتعزيات، ما بقاش فيه مشجعات نفسية وروحية بتحصل، ابتدى يحس ان صلواته روتينية. ايه ده؟ يوقف بقى ويسأل نفسه ويسأل اللي حواليه ويسأل ربنا: ايه يا رب اللي حصل؟ هو في مشكلة في علاقتي بيك؟ في الحقيقة ما فيش مشكلة ولا حاجة. المرحلة دي مرحلة يسمح بها ربنا في حياة الإنسان علشان يهذب نفسه، علشان ينقلوا المرحلة أكثر عمقا روحيا في علاقته بيه، علشان ما يبقاش علاقتي بربنا مبنية بس على التعزيات وعلى المشجعات النفسية وعلى حماسة المشاعر. ربنا عايز من خلال هذه المرحلة ينقلني وينقلك من مرحلة الطفولة في علاقتك بربنا إلى مرحلة النضوج الروحي. افتكروا كده معايا الشهداء والشهيدات، أحياناً بيمروا في صعاب وفي اضطهادات وما بيكونش في تعزيات، ولكن نفوسهم لا تذبل. عارفين ليه؟ لأنهم ثابتين في ربنا، لأنهم عندهم ثقة في مواعيد الله، وهو ده اللي ربنا عايزه يعلمني ويعلمك، أنه مش لازم علاقتك تكون مبنية على التعزيات وعلى المشجعات. إيه الخبرات اللي بنمر بيها؟ في الحقيقة لازم نكون عارفين الفرق ما بين الجفاف الروحي والفتور الروحي. الجفاف الروحي أنا لسه ما زلت مستمتع وعايز أصلي، لسه عندي سلام وأنا بصلي بس ما فيش مشاعر، عندي هدوء لكن ما فيش تشجيع ومعزيات. أما الفتور الروحي لا أنا بهرب بقى من كل حاجة تربطني بربنا، مش عايز أحضر القداس، مش عايز أفتح الكتاب المقدس، مش عايز أقف أصلي، ده الفتور الروحي. لكن الجفاف الروحي لسه أشكال العبادة موجودة ولكن بدون تعزيات وبدون مشجعات. في الحقيقة كمان اللي بيتعرض لمثل هذه المرحلة هم أصحاب النفوس المدللة، اللي هم عايشين كل طلباتهم مجابة، عندهم تعزيات طول الوقت، وعشان كده أول ما التعزيات ده تنقطع يقفوا يقولوا: يا ترى حصل إيه؟ في خطر طبعا أثناء الجفاف الروحي إن أنا أحس إن أنا بعيد عن ربنا، وأقول إيه؟ طب ما أنا طالما بعيد عن ربنا خلاص بقى أنا هوقف صلاة وهوقف صوم وهوقف قراية كتاب. وفي الحقيقة للأسف ساعتها هقع في خطية أكبر وفي تجربة أكبر، وهي التذمر على الله. أخيرا يا أحبائي الحل والعلاج، الحل والعلاج: اقبل الجفاف الروحي بروح الاتضاع، واكتفي يقول أنا أقل من إن أنا أعيش
وأكون أهلا لهذه التعزيات، اعتبر هذه الفترة تهذيب لنفسك وثق في مواعيد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. الحقيقة أنا باخد بركة المشاركة في احتفالية كنيسة الحبيبة كنيسة القديسين بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسها، وأيضا مرور 50 سنة على رسامة قدس أبونا مقار. الحقيقة كل سنة وكنيسة طيبة، وكل سنة قدس أبونا مقار وأباء كانت كنيستي بصحة وخير وسلام. الحقيقة الكنيسة طلبت مني تسجيل دقائق عن خدمة شباب، علشان أنا كنت خدم شباب قبل كده. الحقيقة أنا خدت بركة خدمة شباب في كنيستي الحبيبة 11 سنة، والحقيقة أهم ما يميز هذه الفترة البركة اللي أنا خدتها في حياتي هي الروح من أول أبائي كان لغاية الخدام على جميع مستويات على مختلف أعمارهم، وروح دي والمناخ السائد أنا ذاك الوقت هو الجل وراء نفوس الشباب البعيد عن الكنيسة. الحقيقة الروح دي كان ليها ذكريات جميلة جدا معايا على مستويين، نتكلم على مستوى الخدام ونتكلم على مستوى الشباب المخدوم. الحقيقة على مستوى الخدام كانت الروح دي بتسبب فرحة غير عادية وسعادة ودفع روحية غير عادية في حياتنا الروحية وفي حياتنا في الخدمة بسبب الروح دي. لما كنا بنشوف ان في شاب بعيد عن الكنيسة بقاله فترة سنين طويلة ما اعترفش ولا تناول، جاي يعترف وتناول ويحضر اجتماع الصلاة. لما كنا بنلاقي الشاب من الشباب دول جاي اجتماع الشباب من سنين طويلة عمره ما جاي اجتماع الشباب، كنا بنحس بفرحة جميلة جدا ونشوة روحية جميلة جدا، كان بتدينا دفعة في حياتنا الروحية، وكنا بنحس ببركة لحياتنا، وكان بتدينا دفعة للخدمة، لان انتوا عارفين طبعا الخادم محتاج دايما تشجيع، فكانت ده يعتبر تشجيع الهي. كنا دايما بنحس بان يد الله بتعمل معانا وبتعمل من خلالنا. مش بس كده، كنا بنحرص ان الروح دي تتسلم من جيل لجيل من الخدام، يعني كل خدام كانوا ينزلوا الخدمة كنا بنعمل بجهاد واصرار ان الروح دي تبقى موجودة في الجيل اللي نازل من الخدام، ونعلمهم ان هم يسلموا الروح دي للجيل اللي وراهم لكي تستمر الخدمة بنفس الروح وبنفس المناخ الجميل ده. ده على مستوى الخدام. على مستوى المخدومين الشباب، الحقيقة الروح دي كانت مفرحة جدا للشباب البعيد عن الكنيسة. هقول كانت مفرحة للشباب كلهم سواء اللي جوه كنيسة او البعيد عن الكنيسة، بس هتكلم على وجه الخصوص على الشباب البعيد عن الكنيسة. أنا كشاب بعيد عن الكنيسة، حتى لو كنت بقد الكنيسة، حتى لو كنت بقول إن أنا مش بحب الكنيسة، مش عاجبني حاجات في كنيستي، أنا بقى ككنيسة عاوز أقول لك إن أنا بحبك جدا ومستنياك في أي وقت، مستنياك بشغف، مستنياك بحب، مستنياك بكل ظروفك وكل مشاكلك وكل ضعفاتك، مستنياك حتى لو كنت انت بتنقضني، حتى لو كنت انت بتقول ان انت مش بتحبني، حتى لو كنت بتقول ان انت مش عاجبك حاجات فيا. الروح دي لما كانت بتوصل يا احبائي صدقوني للشباب دول، صدقوني كان نص العلاج، ويمكن كان نص المشوار في خدمتهم. الشباب دول يا احبائي قلبهم ممكن يكون قلب بيفرح بأقل حاجة الكنيسة تقدمها له،
يمكن اكتر من شباب كتير جدا موجود في كنيسه باستمرار. عاوز اقول لكم حتى الشباب اللي كان جوه كنيسه اللي كان مش بيقدر في خدمه شباب، اما كان بيلاقي ان الشباب دول كانوا بوعاد وبيجوا كان بيتشجع جدا وبيتحمس، وكنا كل يوم بنلاقي ان في خدام عاوزين ينضموا لخدمه شباب، واول حاجه عاوزين يعملوها هو افتقاد والنزول عشان يلفوا على الشباب البعيد عن الكنيسه. كانت روح جميله، كانت روح مليانه اتضاع ومحبه وبذل، وكل واحد بيقدم التاني على نفسه من اجل هدف واحد، ان احنا كلنا نبقى فرحانين ان احنا كلنا جسد واحد في المسيح يسوع، ان كلنا نبقى فرحانين بالشباب دول في حضن الكنيسه. لذلك في المناسبه والذكرى الجميله دي كل امل ان هذه الروح تبقى موجوده وتستمر، مش بس كده تتسلم من جيل لجيل الخدام، مش بس كده توصل لكل الشباب وكل الشباب يعرفوا ايا كان عددهم ايا كان احمرهم في اجتماع الشباب او خريجين او ايا كان، ان كنيستهم بتحبهم جدا وعاوزاهم برغم اي ظروف واي مشاكل عندهم. كل سنه وكنيستي الحبيبه طيبه، كل سنه وابائي كانوا كلهم طيبين، ولله المجد الدائم ابدا امين. بسم